الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. صيد السمك بالصنارة من البحر في المنام، اصطياد السمك بالصنارة من البحر في المنام، يدل على الأحلام والطموح والأمال لصاحب الرؤيا. فإن اصطاد سمك كثير فهذا يدل على كثرة المنافع، فإذا كان يريد علما حصل على أعلى الدرجات في العلم والله أعلم. وإذا كان تاجرا حصل على ربح كثير ونال مبتغاه في التجارة. صيد السمك من البئر لا يحمد عقباه وغير جيد، وقد يدل على ارتكاب معصية كبيرة. صيد السمك كبير يدل على سعة الرزق وكثرة الخير وزوال الهموم والأنكاد. اصطياد السمك عليه قشور بمظهر سيء في المنام يدل على الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة ومحرمة، وقد يدل على الحصول على الأموال بالاحتيال والمكر. اصطياد السمك بصعوبة ومشقة يدل على التعب والمعاناة في الحصول على الأموال. صيد السمك من الأماكن النظيفة والماء النقي الصفي يدل على الحياة الطيبة والأخبار السعيدة. الصيد من الماء العكر يدل على الأحوال السيئة التي يعيشها الراعي، ويدل على السلوك على سوء السلوك في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. سمك القراميط في المنام يدل على النساء إذا كان معروف عدده في المنام، ومن اصطاد سمكة واحدة سيصطاد جارية أو سيتزوج من امرأة. والسمك يدل على كثرة الخير، والسمك الكثير يدل على كثرة الأموال، والله أعلم. إذا رأى الشاب أنه يشتري سمك قراميط فهذا يدل على زواجه من امرأة جميلة، فإذا ذبح سمكة ووجد بها لؤلؤة فبعدد اللؤلؤ تكون ذريته من الأبناء الذكور، والله أعلم. إذا رأت المرأة هذه الرؤيا دل على مال سوف تحصل عليه أو تجديد في حياتها، كالانتقال لمسكن واسع أو أرقى أو شراء سيارة فارهة أو ما شابه ذلك من متاع الحياة الدنيا، والله أعلى وأعلم. من اصطاد سمكة واحدة صحية دل على الزواج من بكر السمك الصغير لا خير فيه، يدل على الهموم والأحزان والأوجاع. إذا كان عدد السمك أربعة فهو نساء، وإذا كان أكثر فذلك يدل على المال والثروة، والله أعلم. من تفسير الإمام ابن سيرين رحمه الله أنه من ذبح القراميط واستفاد من لحمها وشحمها حصل على كنز أو مال من إرث أو تركة، ومن وجد داخل سمك لؤلؤ دل على الولد، وإن وجد لؤلؤتين سيكون له ولدين، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.